منطقة حتى تابعة لإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. منطقة حتى تابع لإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما شاء الله ما شاء الله، شوف منظر البحر والجبل مع بعض في هالمكان الرائع. منطقة حتى في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ما شاء الله، شوف شوف البحر، شوف البحر، شوف الجبل، شوف شوف المنظر الخيالي، هذا المنظر الخيالي يعني كأنها لوحة فنية. ما شاء الله ما شاء الله، شوف 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 استمتع. ما شاء الله ما شاء الله. شوف يا مرحبا ابو محمد، حياك وبياك. شو اخبارك حبيبي؟ خير ربي يعافيك. الله يسلمك حبيبي. يلا ان شاء الله تصوير جميل ورحله ممتعه ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والشمس، شوف الشمس في كبد السماء. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم نحن في هالمنطقة الخلابة الرائعة في حتى تابعة لإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مكان ركوب القوارب في حتى، وإن شاء الله بعد شوية نصعد في هالقوارب الجميلة اللي تشوفها أمامك في خلفية الفيديو. أيوة ما شاء الله، في هالبحيرة حول الجبال المحيطة بالمنطقة، وإن شاء الله تعالى نسعد بكم معنا في هاي الرحلة الجميلة تشوفونها مع بعض في هاي المنطقة الحلوة. شوف ما شاء ما شاء الله ما شاء الله، شوف هاي القوارب الجميلة في حتى دبي الإمارات العربية المتحدة. ما شاء الله ما شاء الله، شوف شوفي شوفي أنواع مختلفة من القوارب ممكن تشوفها أنت في هالمكان، أشكال وأنماط مثل شكل دراجات وشكل قوارب. شوف هاي مجموعة ممكن ثلاثة وأربع أشخاص، ثلاث أشخاص ممكن يسوقون هذا القارب اللي على شكل دراجة، ثلاث أشخاص يقودونها في وقت واحد. شيء حلو. أما بقيتها فأشكال قوارب مختلفة حسب سعة، ثلاثة وأربعة
6 اشخاص، في منها انواع كبيره. هنا تقدر تشوف المناطق والمناظر الحلوه الجميله